الهجمات الإسرائيلية وإن لم تهدأ بشكل كامل، إلا أنها بدأت تغير بنك أهدافها. في ساعات الصباح الأولى وليلة البارحة شاهدنا هجمات كبيرة على الجنوب، على النبطية وجنوب لبنان، لكن الآن نشاهد أن إسرائيل عادت وهاجمت منطقة البقاع. بعد الهجمات التي استهدفت بلدة النبي شيت، شاهدنا هجمات أخرى في على بلدة طاليا، وربما أيضا في رسم الحدث مباشرة بعد الهجمات التي تعرضوا لها حزب الله. ويعني بعد صدمة الهجمات يحاول ربما عقد اجتماعات أو الوصول إلى أسلحة، فهنا يتغير مثل ما شاهدناه في كل يوم، يتغير بنك الاستهدافات الإسرائيلية، ولكن حسب نوعية الأسلحة المستخدمة مرة أخرى يبدو أن إسرائيل لازالت تبحث عن مراكز الإمداد وأيضا الصواريخ، مخازن الصواريخ ومخازن الذخيرة أو ربما حتى مخازن المواد الأولية. بالعودة إلى الجنوب، نحن نتحدث هنا عن النبطية وكذلك عيتا الشعب التي تعرضت لهجمات كبيرة في الساعات القليلة الماضية، لكن يبدو أن الجيش الإسرائيلي لم يهاجم هذه المناطق فقط من أجل حماية قواته من الصواريخ قصيرة المدى التي ينصبها حزب الله أو يضطر حزب الله لنصبها قرب الحدود نظرا لمداها القصير، ولكن أيضا يبدو أنه يحاول نشر الحدود. هو هناك الآن معلومات عن نشر كتائب احتياط جاءت لهذه المنطقة لأول مرة، وأيضا شاهدنا كتائب للمدرعات بدأت تنتشر في هذه المنطقة، فمن أجل ربما نشر هذه الكتائب في هذه المناطق يحتاج إلى هجمات مكثفة على هذه المناطق من أجل ضمان نشر آمن لهذه القوات. لكن أيضا حزب الله حاول استهداف هذه المناطق، وشاهد شاهدنا أنه حاول أيضا استهداف صفد وأيضا حاول استهداف أيضا كريات شمونة، لكن مثل ما شاهدنا نشاط كبير لأنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي تتمركز عموما هنا في عكا وأيضا في عيتا كريات شمونة وأيضا في صفد، وهذه المراكز الثلاثة التي شاهدنا أن الجيش الإسرائيلي ينصب فيها معدات الدفاع الثقيلة. نتحدث عن مقلاع داود ونتحدث أيضا عن القبة الحديدية التي تتعامل مع الأهداف قصيرة المدى والمتوسطة المدى بشكل رئيسي. كذلك شاهدنا أن الجيش الإسرائيلي ترك مجموعة من الصواريخ تسقط هنا في بحيرة طبارية، سواء قادمة من اليمن أو من العراق أو أيضا بعضها قادم من لبنان، وذلك من أجل تجنب استنزاف أنظمة دفاعه. لكن بالعودة إلى الصور التي انتشرت حول اقتراب ربما هجوم بري، نشاهد أيضا أن الجيش الإسرائيلي قام بنشر كتائب احتياط وكتائب مدرعات قرب الحدود اللبنانية. بطبيعة الحال هي لا تزال أبعد من مدى الصواريخ المضادة للمدرعات التي يمتلكها حزب الله. نتحدث عن صواريخ كورنيت بوجه خاص التي يصل مداها إلى 5 كيلومترات، لكن عددها غير كافي إلى حد الآن من أجل شن هجوم مضاد بري على جنوب لبنان. في انتظار المزيد من التحديثات والمعلومات